أشهره جهارا. ما بقاش للشيطان سلطان علينا، ما بقاش للشيطان سلطان على الأرواح. كان قبل صليب المسيح كل الأرواح حتى أرواح الأبرار بيقبض عليها الشيطان وبيرسلها لفين؟ للجحيم، بيرسلها للجحيم. لكن المسيح نزل إلى الجحيم وأعطى إطلاقا لمن قبض عليهم، وإيه؟ طبعا خلاص ما بقاش في جحيم لأولاد إيه؟ ما بقاش في جحيم لأولاد ربنا الأبرار، وخرجهم وإيه؟ ودخلهم فين؟ ودخلهم الفردوس. ده كان أول إيه؟ كان أول سبب للفرح، أول نصرة، أول نصرة المسيح الدهاني إن أنا انتصرت على إيه؟ على الشيطان. ما بقاش الشيطان له سلطان علي. داني المسيح اداني نصرة على حاجة كمان مهمة جدا. أول حد مات على الأرض كان مين؟ ها؟ ها؟ قايين. قايين ولا هابيل؟ هابيل ولا قايين؟ كان هابيل اول حد مات، كان هابيل. قام اخوه عليه وقتلوه، ولما قتلوه بقى في حاجة لسه ما ايه، لسه ما شافوهاش البشر، اللي هي الايه؟ الموت. بقى الانسان في مواجهة مع ايه؟ مع الموت. وكده بقى الموت هو العدو الايه؟ نمرة ايه؟ لا، ما احنا قلنا العدو الاول مين؟ العدو الاول ابليس. العدو الثاني كان مين؟ الموت. المسيح اداني نصرة على الموت. المسيح بقيامته اداني نصرة على الموت. المسيح بقيامته من بين الاموات خلى الموت ده حاجة كده ايه؟ مسألة ايه؟ مسألة مرحلة كده. مرحلة، حاجة وبن ايه؟ وبنعدي منها. ولاد المسيح اللي عاشوا وماتوا وقاموا مع المسيح فهموا كويس قوي المسيح لما قال ايه؟ ان لم تقع حبة الحنطة في الارض وتمت، ها، فهي تبقى وحدها، ولكن ان ماتت تبقي ايه؟ تأتي ايه؟ بثمر كثير. يبقى اولاد المسيح اللي اختبروا القيامة فهموا يعني ايه حبة الحنطة تموت. فهموا يعني ايه حبة الحنطة تموت. تقولوا لي ازاي؟ اقول لكم. بولس الرسول قال ان هذا الجسد اللي احنا لابسينه ده جسد ايه؟ جسد فاسد، جسد مائت، جسد يئن، صح؟ انا مش هاخد الجسد الممجد الا لو انا خلعت ايه؟ هذا الجسد الفاسد. يبقى اولاد المسيح اللي قاموا مع المسيح واختبروا القيامة فهموا يعني ايه ان انا اخلع الانسان العتيق، يعني ايه حبة الحنطة تقع في الارض وتموت، وهي عشان تأتي بثمر كثير. حباية الحنطة اي حباية لما بتزرع بعد شوية لو جينا دورنا عليها ما بنلاقيهاش، لكن احنا بنلاقي ايه؟ النبات اللي طلعته، بنلاقي النبات اللي طلعته. يبقى الحباية اللي احتطت في الارض اتمحلت، هو ده الجسد اللي احنا لابسينه. الجسد اللي احنا لابسينه ده ان ما كناش هنقلعه، ان ما كناش هنضحي بيه، واخدين بالكم؟ ان ما كناش هنتخلص منه، ان ما كناش ايه نعمل فيه زي ما لسه بولس قايل لنا، اميتوا اعضاءكم التي هي ايه على الارض. ان ما كنتش هذا الجسد هموته، مش هلبس الجسد الايه؟ الجسد الايه؟ زي ما ايه؟ زي ما اللحن بيقول لحن القيامة، رتلوا للذي صلب عنا وكبر ثم قام، ها؟ وبعدين في البيت الثاني بيقول ايه؟ فاخلعوا الانسان العتيق والبسوا الجديد الفاخر. اخلعوا الانسان العتيق، الجسد ده، الجسد اللي بيئن كل شوية، يمرض كل شوية، وجعني كل شوية، حاربني. اخلعوا الانسان العتيق والبسوا الجديد الفاخر. الكلام ده احنا حافظينه وبنقوله ولا في ناس اختبروه؟ لا، في ناس اختبروه، في ناس اختبروه، في ناس قدموا رقابهم كده للسيوف واتذبحوا. ليه؟ الموضوع ده ما جاش بالساهل، ما جاش بالساهل، لا، ده هم فهموا وتأكدوا، اتأكدوا ان انا مش ايه؟ مش هنال الانسان الجديد الفاخر الا لو خلعت هذا الايه؟
هذا الجسد إلا لو خلعت هذا الجسد. هي دي النصرة على الموت. الموت ده ايه؟ ده مرحلة يعني كلنا شفنا شهداء الليبيا على النت وهم بيعملوا كده وبيضحوا فيهم، محدش فيهم قال اي ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده. الناس دول مجانين؟ ابدا مش مجانين، ده الناس دول هم اللي فهموا كلام المسيح كويس جدا، ان انت في لحظة هتخلع هذا الايه هذا العتيق وتلبس الايه وتلبس الجديد الفاخر. هي دي النصر. الموت خلاص بقى ده اي كلام، ده ايه ده ايه ده شكت ابرة شكت ابرة. الموت بقى عند ايه؟ عند ولاد ربنا شكت ابرة، بعد ما كان الموت هو العدو التاني للانسان. احنا ولاد المسيح اللي اختبروا القيامة بيرنموا مع المسيح بيقولوا اين شوكتك يا موت. المسيح لما قال ايه اين شوكتك يا موت، فين انت يا موت؟ ده انت كنت شوكة، فين شوكتك؟ لا لا لا، ده انت ايه، ده انت طلعت كلام فاضي. اين غلبتك يا هاوية؟ فين الموت ده اللي كان بيخوف الناس كلها؟ هتقولوا لي ما في ناس قبل ليه المسيح اختبروا القيامة، لكن ما ايه، لكن مش زي قيامة المسيح. في ناس قبل المسيح اختبروا القيامة صح، لكن في فرق بين قيامتهم وقيامة المسيح. ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ ان دول قومهم حد، اما المسيح قوم نفسه. المسيح قوم نفسه، والمسيح هو اللي هيقومني، هو اللي هيقومني معاه مش كده؟ دول لما قاموا قعدوا فترة من الزمن وماتوا تاني مش كده؟ لكن المسيح لما قام ولما هيقومني معاه ولما قومني معاه مش ايه؟ مش هايه؟ مش هيبقى للموت سلطان عليا الى ايه؟ الى الابد. من هنا بقت النصرة. يبقى في نصرة على ايه؟ على العدو الاولاني اللي هو مين؟ ابليس. وفي نصرة على العدو التاني اللي هو ايه؟ اللي هو الموت. من هنا افرح افرح، ده المسيح اداني نصرة على اكتر عدوين للبشرية. المسيح اداني نصرة على اكتر عدوين للبشرية. لما هيكون المسيح هنبقى معه ايه؟ هنبقى معه الى الابد. القيامة وهبت الفرح مش لتلاميذ المسيح بس، لا دي ادت فرح للايه؟ للجنس البشري كله. القيامة كمان ادت رجاء للبشرية في ايه؟ في حياة جديدة، في حياة جديدة. حتى ابرار العهد القديم لما كانوا بيتكلموا على الايه، على كانوا يقولوا ايه، يعني يعقوب لما كان بيتكلم على ابنه اللي ضاع وابنه التاني اللي كان خايف يضيع، يقول لهم تنزلوا شيبتي ايه، تنزلوا شيبتي الى الهاوية. يعني ابرار العهد القديم ما كانش في دماغهم الا ايه؟ الا الهاوية، الا الهاوية. لكن في كلمة على الصليب المسيح، المسيح قالها، كنا الاول مرة بنسمعها وبنقراها في الكتاب المقدس. برافو عليك. لما قالها اللص اليمين، اليوم تكون معي في الفردوس. احنا اول مرة نسمع كلمة الفردوس دي، ما جاتش في الكتاب المقدس قبل كده خالص، في اي حتة في العهد القديم ما جاتش كلمة الفردوس دي، ما جاتش. ايه يا رب ده؟ وبعدين بيقول له امتى؟ قال له امتى؟ لا قال له امتى؟ قال له امتى؟ اليوم، مش بكرة. قال له اليوم، النهاردة، النهاردة يعني دلوقتي حالا، دلوقتي حالا، يعني كلها كم ساعة كده مش كده؟ كلها كم ساعة كده وتبقى معايا فين؟ تبقى معايا في الفردوس. ودي الحياة الجديدة اللي المسيح ادهلنا، دي الحياة الجديدة اللي المسيح ادهلنا. يبقى قيامة المسيح ادتني النصرة على إبليس، ادتني النصرة على الموت، ادتني حياة جديدة فين؟ في الفردوس. وبعد كده ايه؟ وبعد كده الأبدية، وبعد كده الأبدية. يبقى في ايه؟ في نصرة وفي فرح، في نصرة وفي فرح. الفردوس ده كان مقفول بقاله كم سنة؟ حد يقول لي كم سنة؟ شاطر، 33 سنة. 33 سنة انا مستني اهو، حد يحسب؟ 5500 سنة، 5500 سنة. في لحن من ألحان الكيهكية بنقول للعذراء بكي يا زين البشرية، رجعنا تاني إلى الفردوس. بعد إيه؟ بعد 5500، السلام لك يا أم بخريستوس. يعني الفردوس اللي كان بقاله 5500 سنة من ساعة آدم لحد ما جه المسيح، اتفتح النهاردة يا رب بإيه؟ بصليبك وبقيامتك.
اتفتح بصليبك وبقيامتك على صليب. قال ايه دماس؟ قال له ايه المسيح؟ قال ايه دماس؟ انا لما اقعد افكر كده في معنى كلمة المسيح يقوله اليوم. ده الساعة كام؟ الساعة 4، يعني الساعة 4، يعني فاضل حوالي ساعتين والنهار عند اليهود يخلص واليوم كله يخلص عند اليهود. يا رب يعني انت تقصد في الساعتين دول؟ في الساعتين دول انا ايه هاخدك من ايدك كده واخش بيك الفردوس. وده اللي حصل. المسيح بمجرد ما روحه انطلقت من جسده، نزلت على الجحيم، وكسر متاريس النحاس وابواب الحديد، واعطى اطلاقا لمن ايه؟ لمن قبض عليهم فين؟ في الجحيم. واخذ ادم من ايده كده، واخد المسيح واخد ادم من ايد واللص اليمين من الايد التانية، ودخل بيهم ايه؟ الفردوس. ودخل بيهم الفردوس امتى؟ يوم الجمعة. يوم الجمعة. عشان كده وخدتوا بالكم اللي حضر البسخة هنا يوم الجمعة، ابونا بمجرد ما فتح الهيكل قال ايه؟ السمائيين بتحتفل جوه الهيكل، وانتوا اللي هنا احتفال الارضيين. ودول بيردوا على دول، دول بيقول سكتتي جم، ودول بيقولوا ايه يا ابونا اللي انت بتقوله؟ ده هي في اللحظه دي، في اللحظه اللي نفسه انطلقت من جسده، في نفس اللحظه فتح الجحيم وقطع اطلاقا الى ودخل بيهم ايه؟ ودخل بيهم الفردوس اللي بقاله 5500 سنه مغلق. 5500 سنة مغلق. اليوم تكون معي في الفردوس. وزي ما قلت لكم كلمة الفردوس ما تقريتش قبل كده في الكتاب المقدس. بالصليب والقيامة ربنا فتح الفردوس قدام أبرار العهد القديم ولا العهد الجديد؟ أنا بغششكم. بالصليب والقيامة المسيح ادى، فتح الفردوس قدام أبرار العهد القديم وأبرار العهد الجديد. أبرار العهد القديم اللي إيه؟ اللي مقبوض عليهم، أعطاهم إطلاق. وأبرار العهد الجديد اللي هيخشوا على الإيمان بالمسيح، هيخشوا إيه؟ على الفردوس على طول. لأن الفردوس دلوقتي مفتوح ولا مش مفتوح؟ مفتوح، بس الشطر اللي يخش، الشطر اللي إيه؟ الشطر اللي يعرف السكة كده ويخش، مش كده؟ بالقيامة كمان بقالنا شفيع قدام الآب السماوي. بقيامة المسيح بقى لنا شفيع قدام الآب السماوي. المسيح دفع على الصليب ثمن خطيتي اللي عملتها واللي ايه؟ واللي لسه هعملها. خطيتي انا لوحدي؟ خطايا كل البشر. المسيح على الصليب دفع ثمن خطايا البشر كلهم، دفعها ايه؟ مرة واحدة. مرة واحدة. الشيك ده ايه ده؟ ده كان شيك تقيل قوي. شيك بكم مليار؟ ده بكتير قوي، بكتير قوي. المسيح دفع ثمن خطايا البشر اللي عملوها واللي هيعملوها. عشان كده بقى لينا شفيع، بقى لينا شفيع قدام الايه؟ قدام الاب السماوي. انت جبت الكلام ده منين؟ شوفوا يوحنا في رسالته الاولى، رساله يوحنا الاولى، بيقول الاصحاح الثاني: ان اخطا احد فلنا شفيع عند الاب. مين يا يوحنا؟ يسوع المسيح البار، وهو كفاره ليس لخطايانا فقط، وانما ايه؟ لخطايا العالم كله. يعني المسيح دفع تمن المسيح دفع تمن خطية البشرية كلها اللي تقدمت واللي ايه واللي لسه جاية، دفعها دفعة واحدة. وبالتالي بقى انا ايه؟ بقى انا ليا ايه؟ ليا وش ان انا ايه؟ ان انا هخش وانا ايه؟ هخش مستخبي في مين؟ هخش مستخبي في المسيح. شوفوا اللي حضر فصول البراكليت يوم الخميس بالليل في البصخة، حديث ربنا مع الاب السماوي، حديث ربنا يسوع مع الاب السماوي، يقول له ايه؟ اريد ان هؤلاء يكونوا معي يا ابتي، اريد ان هؤلاء يكونوا معي. نكون معاك فين يا رب؟ يكونوا معايا في السماء. طب والابن لما يطلب من الاب طلبة، الاب هيردها له؟ لا، مش ممكن. ليه؟ لانهم واحد. يعني المسيح ليلة صليبه طلب عننا اننا نبقى معاه. نبقى معاه فين؟ منين ما اروح بقى؟
طب هو فين دلوقتي؟ يجلس عن ايه؟ يجلس عن يمين الاب. كده فهمنا ايه؟ فهمنا بعض ايه الاسباب اللي تفرح، بعض الاسباب اللي تفرح، مش كده؟ نشوف حاجة كمان من امجاد القيامة، حاجة كمان من امجاد القيامة. القيامة هي باعثة الكرازة. يعني ايه باعثة الكرازة؟ القيام، قيامة المسيح هي كانت الحافز الاول للكرازة بالمسيحية. هتقولي لي الروح القدس، اقول لكم لو لم تكن قيامة للمسيح ما كانش الروح القدس ايه؟ ما كانش الروح القدس حل، مش كده؟ تلاميذ المسيح عاشوا مع المسيح 3 سنين وشوية، وشافوه بيمشي على المية، ومشى بطرس على المية، وشافوه وهو بيأمر الأرواح الشريرة تخرج، وشافوه وهو بيأمر الأمراض إنها تنصرف، وشافوه وهو بيبارك في الإيه؟ في الخمس خبزات ويأكل 5000. وبالرغم من كل ده، بالرغم من كل ده، جم إيه؟ وقت الصليب خافوا وارتعبوا وفروا. إيه اللي حصل؟ ده لسه مفيش ايه، مفيش حاجة قوية تخلي ايه، تخلي الواحد كده يشد ايه، يشد اعصابه وايه يقف. حتى السيد المسيح كان قال لهم ابن الانسان ينبغي ان يمسكوا اليهود ويقتلوه ويعملوا، وانا بقول لكم اهو، بقول لكم دول هيعملوا فيا وهيعملوا ويعملوا. لكن ايه، لكن لما حصل ده جري وده انكر شافوا، بالرغم انهم شافوه بينادي على الميت بيقوم، لكن كانوا ايه، كانوا لسه ما اكتسبوش. لكن بمجرد ما عرفوا ان المسيح قام، بمجرد ما المسيح ظهر لهم، بمجرد ما قعد معاهم، نلاقي بطرس يوم 50 يقف وايه ويكرز بكل قوه، ايه يا بطرس ده انت لسه من ايه، من شهرين كنت ايه، كنت بتنكر قدام الست وابتدى يحلف ويلعن. لا 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 خلاص، الاشياء العتيقه قد ايه، قد مضت، الاشياء العتيقه قد مضت. التلاميذ قالوا ايه ده، هو ده اللي احنا عشرناه، هو ده اللي كان بيأمر الشياطين تخرج. ايمانهم ايه، ايمانهم بيه اهتز. لكن لما شافوه قام، ابتدت القيامة تبقى ايه، باعث للكرازة، باعث للكرازة الايه، قيامة. حتى عند القبر لما جم يدفنوا المسيح، ما سمعناش ان في حد من التلاميذ كان ايه، كان عند القبر. وحتى لما المريمات راحوا ايه تاني يوم الحد الصبح عشان يكملوا تحنيط الايه وتطيب الجسد، ما كانش فيه، ما سمعناش ان حد مع ايه، مع المريمات راح من التلاميذ. كانوا ايه، كانوا لسه خايفين ومستخبيين في الايه، مستخبيين ورا البيبان ومستخبيين ورا الحيطان. لكن لما ايه، زي ما قلت لكم، تتابعت الاخبار، حصل ايه، حصل القوة اللي ما قدرش حد ايه، ما قدرش حد يخبيها. شوفوا بطرس وقف يقول لمين بقى، يقول لمين، ايوه مين اللي قال للي صلبوه برافو عليكي، واخد بالكم؟ يعني واحد مثلا ايه، تخيلوا كده، واحد يكون حصل مشكلة وبعدين واحد يجي ايه يتكلم عن المشكلة دي، يروح للي عمل ده يقول له انت اللي عملت كذا، ده ايه القوة، انت جبت القوة دي منين؟ لو واحد يروح ايه من ورا كده يقول ايه، بصوا هو فلان اللي عمل ده، بس ما تقولوش. يعني واحد تاني يقول ايه، ما تقولوش ان انا قلت لك كده، لا ده ايه، ده بطرس، انتم صلبتموه واسلمتموه حسدا. انت جبت القوة دي منين، جبت القوة دي منين؟ خلاص القوة دي جت ايه، جتني من القيامة. شوفوا في اعمال 5 جت حاجة اية عجيبة جدا. رئيس الكهنة لما قبض على التلاميذ وهم بيبشروا، سفر اعمال الرسل، قبضوا على التلاميذ وهم بيبشروا، فبيقول لهم ايه، اما اوصيناكم، مش احنا وصيناكم ان لا تعلموا بهذا الاسم، وبعدين وها انتم قد ايه ملأتم العالم.
شوف بقى، شوف رئيس الكهنة بيقول لهم ايه، ها انتم قد ملأتم اورشليم، مليتوا اورشليم كلها بتعلمكم ده. انت شايف ده هم ده ملوا الايه، ملوا الدنيا كلها بالتعليم الايه. عجيب قوي، عجيب قوي. رئيس الكهنة اللي كان شق هدومه من شهرين ها وطالب ان المسيح يتصلب، هو بنفسه يشهد ان تمام. شاول الطرسوس اللي بقى بولس ما كانش ممكن انه يتغير هذا التغير الا لم يكون حدث زلزله، حدث انه زلزله وهو على نفس الايه، على نفس القوة. يعني السيد المسيح اتعامل مع بولس بنفس ايه، بنفس قوة غيرته. ما كانش ينفع ان بولس ان شاول ده يبقى بولس الا لو المسيح ظهر له، ما كانش ينفع. كان لازم المسيح يظهر لايه، لشاول في الطريق وايه، ويهز ويخلي يعني نوره كده ايه اقوى من الشمس، ويقول له صعب عليك ان ايه، ان ترفض ان ترفض مناخ. لم يكن ممكنا ان يكرز بهذه القوة اللي هو بولس الا بعد ما تلامس مع ايه، المسيح ها القائم من بين الاموات. كرازة التلاميذ كانت بتنادي بمبادئ عجيبة. انتوا بتتكلموا عن مين؟ التلاميذ لما كانوا يروحوا يكلموا حد، انتوا بتتكلموا عن مين؟ عن رجل نجار غلبان مسكوا اليهود وصلبوه وموتوه. انتوا بتتكلمون عن ايه؟ يعني كلام بالعقل كده ما يخشش الدماغ. انتوا بتبشرونا بملك، والملك ده طب الملك ده عمل ايه؟ ده ايه ده، دخل حرب وانتصر؟ لا، ده الملك ده اتصلب. طب انت جاي تبشرني بواحد اتصلب، واحد كان ايه ظهر مظهر الضعف وموتوه؟ هنا بقى اللي ادى لايه، اللي ادى الكرازة القوة ايه، قيامة المسيح. اللي ادى الكرازة بالمسيح ها قيامته. الكلام اللي انت بتكلمه لنا ده بتكلمون عن ايه، عن نجار، راجل كان نجار وغلبان كده وكان راجل بيقول من لطمك على خدك حول له الاخر، وبعدين مسكوا موتوه. طب انتوا بتبشرونا بمين يا جماعه؟ لا، ده احنا بنبشركم باللي ايه، باللي قام من بين الاموات. في حياه المسيح على الارض قال لتلاميذه بدوني لا تقدرون ان تفعلوا شيئا، من غيري مش هتقدروا تعملوا حاجه. وهو ده اللي فعلا، يعني من غير قوه المسيح اللي اداها لهم بقيامته ما كانوش هيقدروا ايه، ما كانوش هيقدروا يكرزوا. ماشي، ما كانوش هيقدروا يكرزوا. حتى مجرد القراءه في الاسفار المقدسه ما كانوش يقدروا يفهموها الا بايه، الا بعمل المسيح. شوفوا في قصه تلميذي عمواس اللي حضر قداس امبارح، قصه تلميذي عمواس لما اتقال بعد ما ظهر لهم قال لهم ايه، هيتقال بقى الكتاب اتقال حينئذ ابتدى يفتح اذهانهم، يفتح اذهانهم ليفهموا الكتب. يعني حتى فهم الكتب، فهم الكتب الايه اللي اتكتب عن المسيح ما كانش ينفع انه ايه، ان تلاميذه وان حد يفهمه ان لم ايه، ان لم المسيح يفتح الاذهان، ان لم المسيح يفتح الاذهان. يبقى القيامة سر الفرح او سبب الفرح، القيامة باعثة الكرازة. ناخد حاجة تالتة، القيامة اعادت للمرأة كرامتها. طبعا الحكاية النقطة دي هتعجبكم قوي بقى. القيامة اعادت للمرأة كرامتها. لحد صليب المسيح كانت المرأة حتى عند اليهود هي منبوذة، وهي سبب وجع القلب اللي ايه، اللي هي اللي وجبت وجع القلب اللي ايه لآدم وللبشرية كلها. مش كده؟ مش حواء هي اللي عملت كده؟ لكن اللي ايه، لكن السيد المسيح لما خلى ان اول من يبشر بقيامته تبقى واحدة ست، يبقى هنا المسيح ايه، المسيح رد للمرأة كرامتها. قديس كورولوس الكبير بيقول المرأة التي اعلنت لآدم خدمة الموت الان هي اول من تقبل سر القيامة المهوب واخبرت به. يعني بعد ما كانت المرأة هي سبب الايه، النكبة اللي جابتها لآدم، لا ده النهاردة المجدلية هي ايه، هي اللي راحت والترنيمة بتقول بنداها بشرت الرب قام. سر القيامة المهوب واخبرت به، بهذا حصل جنس المرأة على الخلاص من العار واللعنة. شوفوا في متى 28 مريم يعني اول ما ظهر ظهر لمين؟ ظهر لاثنين ستات، مريم المجدلية ومريم الاخرى. لعل تكون مريم الاخرى دي مريم اخت
العذراء او ممكن تكون هي العذراء ايا كان يعني، ذهبتا الى القبر قضى السبت، التقيا بالمسيح واعطاهم السلام وسمح لهم ان يمسكوا قدميه ويسجدوا له، وبعدين قال لهم ايه؟ اذهبنا قولا لاخوتي ان يذهبوا الى الجليل. يعني يا رب انت بتطلب من الاثنين ستات دول، الاثنين ستات هم اللي ايه اللي يكرزوا لكل الايه لكل التلاميذ ولكل البشر. انا برجع للايه، انا برجع لايه؟ جنس حواء، برجع لجنس حواء كرامته. شوفوا القديس يوحنا ذهبي الفم قال كلام جميل خالص، الجنس النسائي مملوء بالمشاعر ويميل نحو الحنو. ايوه يا عم يوحنا، يوحنا ذهبي الفم، عند القبر بكت المجدلية بمرارة بينما بطرس ويوحنا مضى الى بيتهما، سابوها تعيط ومشي. بطرس ويوحنا لما راحوا القبر هم دخلوا وشافوا الاكفان وقلبوا في الاكفان كده، وصاحبتنا واقفه تعيط، سابوها تعيط ومشي، وكل واحد روح لبيته. طب اسالوا في الست الغلبانه دي. فوقفت الموضع تتطلع الى القبر فنالت تعزيه عظيمه ومكافاه ليست بقليله. ده اللي مين اللي بيقوله؟ يوحنا زي بالفم. نظرت ما لم ينظره التلميذان، يعني شافت اللي ما شافوش ايه؟ يوحنا وبطرس. نظرت ملاكين جالسين داخل القبر، ثم نظرت يسوع وناداها بايه؟ وناداها باسمها. القيامه كمان جمعت شمل المؤمنين. القيامه لمت بعد ما كان ايه؟ اتقال ليله الام المسيح، اتقال اضرب الراعي فتا ايه؟ فتتفرق الرعيه. لا ده القيامه ايه؟ جمعت الرعيه. القديس يعقوب السروجي بيقول كلام حلو خالص، ليله الامه ضرب الراعي وتبددت الرعيه، اما في القيامه هربت الذئاب وابتهجت الرعيه. في احداث الصليب استلم يهوذا الفضه، وسمعان انكر، اندراوس هرب، توما اختبأ، يعقوب وفلبس لم يظهر، متى حزين، كلهم مبددين. وبعدين يا عم يعقوب، اما اليوم يهوذا مخنوق، الفضه مرزوله، قيافه وحنان يخجلان، قطيع الذئاب تبدد، اما الرعيه اشتمت رائحته وتجمعت. مريم ابتهجت، سلومي فرحت، الرسل جاءوا من مخبأهم، متى نسي حزنه، توما اعترف، وفلبس ايه صار يسبح. شوفوا ده كلام يعقوب السروجي. اخر حاجه من امجاد القيامه اكلمكم عليها، الجسد الممجد. الجسد الممجد زي ما احنا عارفين السيد المسيح لما قام خرج من الاكفان، والاكفان ايه؟ ملفوفه. يعني مش ايه المسيح مش قام وقعد يفك كده في الكفن، لا ده الكفن وهو ملفوف كده خرج، وكانه ايه؟ كانه اتبخر، كانه اتبخر كده. وبعدين ولما قابل تلميذي عمواس وراح وقعد معاهم، بمجرد ما عينهم اتفتحت وعرفوه اختفى ايه؟ اختفى عن عينيهم. ولما دخل العليه دخله ايه؟ والابواب مغلقه. والحد التاني اللي هو الحد اللي جاي حد توما، لما دخل العليه مره تانيه دخله الايه؟ والابواب مغلقه. وده بيورينا المجد اللي الجسد هيبقى عليه لما ايه؟ لما نقوم. كلام الخطير بقى ده بيفهمنا المجد اللي اجسادنا هتبقى عليه لما ايه؟ لما نقوم مع المسيح. لا ده فيه حاجه اجمل من كده، ده بيورينا المجد اللي بعض القديسين بقهم عليه وهم لسه هنا ايه؟ على الارض. قرينا كده عن الناس اللي أبقى السواح، قرينا عن البابا كرولوس اللي كان يبقى موجود في مكان واتنين من مكان لمكان في لحظة، قرينا عن طماف إيريني أبونا فلدقوس، والناس دول كانوا بإيه؟ بيتنقلوا من لحظة لحظة. وهو ده جسد إيه؟ ده الجسد الممجد بقيامة المسيح. ليه؟ لأنهم ناس عاشوا القيامة وهم لسه إيه؟ وهم لسه على الأرض، عاشوا القيامة وهم لسه على الأرض. واللي إيه؟ واللي يعمل زيهم واللي عيش زيهم يختبر، اللي عيش زيهم يختبر. وياما ناس موجودين معانا على الارض بس ما حدش يعرف عنهم حاجه، اختبروا هذا الايه؟ هذه الامجاد، هذه الامجاد زي ما قلنا تلميذي عمواس وغيرهم، والاباء الايه؟ السواح اللي اختبروا هذا المجد، من هبات القيامه ايضا اللي قاله بولس الرسول.
لسه بدري لسه بدري. بولس الرسول قال ايه بقى؟ اما انا فحاش لي ان افتخر الا بايه يا عم بولس؟ بصليب ربنا يسوع المسيح. ايه اللي انت تفتخر؟ الصليب ده قالة اعدام. ايه سبب الفخر الافتخار في كده يا بولس؟ الذي به بايه؟ بالصليب قد صلب العالم ليا وانا صلبت للعالم. انت بتقول لنا فزورة يا عم بولس؟ لا نشرحها. صلب العالم ليا وانا صلبت، يعني بقى العالم مصلوب لي وانا مصلوب للعالم. يعني ايه؟ يعني ايه صلب العالم ليا؟ يعني ما بقاش في حاجة في العالم ولا انسان، لا اي شيء ولا اي انسان في العالم له سلطان عليا، بل كل قدامي ايه؟ كل اللي في العالم كلهم مصلوبين قدامي، محدش في العالم ولا حاجة في العالم لها سلطان عليا. ليه؟ لاني ما بقيتش عايز حاجة. وهو ده اللي قاله، شوفوا ان كنتم قد قمتم مع المسيح اطلبوا ما ايه؟ ما فوق، اطلبوا ما فوق. فوق فين يا عم؟ حيث المسيح جالس. طب وفوق المسيح جالس ايه؟ عنده بقى اكل وشرب والحاجات اللي هنا ادي صلب العالم ليه؟ صلب العالم وانا صلبت العالم. ما بقاش ايه؟ ما بقاش يقدر حد في العالم يمسك ايه؟ يمسك فرصة علي. يعني لا ايه؟ لا انا عايز حاجة من العالم ولا العالم له حاجة عندي. بالبلدي كده صلب العالم ليا وانا صلبت العالم. لم اعد ابغي اي شيء، انا ما بقيتش عايز حاجة، ما بقيتش عايز حاجة من الحاجات دي. وما بقاش حد في العالم له سلطان، له سلطان عليه. ازاي ده حصل لك يا بولس؟ يقول لما انا اتصلبت مع المسيح وقمت معاه خدت ايه؟ خدت امجاد القيامة، خدت امجاد القيامة. وامجاد القيامة دي ادتني ايه؟ ادتني حاجات كتير قوي، ادتني ان انا افرح في كل حين، ادتني ان افرح كده يعني في كل الظروف وفي كل الامور، ادتني الجسد الممجد، ادتني كل شيء. الله ده انا يقول ده احنا لما نتكلم مع بولس يقول ده انا اختطفت للسماء الثالثه. ده انا اختطفت للسماء الثالثه وشفت حاجات ايه؟ ها؟ لم ترى عينه ولم تسمع به اذن لم يخطر على قلب بشر. هفكر بقى في اي حاجه، في اي حاجه في العالم هيبقى ليها سلطان عليه. طب احنا ازاي بقى؟ ازاي نحصل على امجاد القيامة؟ تعالوا نراجع اللي قرناه في الاول، ها؟ كولوسي الاصحاح الثالث اول حاجة بيقولها بولس، اميتوا اعضاءكم التي على الارض. اميتوا اعضاءكم التي على الارض، يعني اروح اموت نفسي؟ لا، ها؟ الزنا، النجاسة، الهوى، الشهوة، الرضية، الطمع، كل الحاجات دي، ها؟ كل الحاجات دي موتها، موتها جواك، موتها. وبيقول ايه؟ ان الامور دي من اجلها يأتي غضب الله، من اجلها الامور ديت من اجلها يأتي غضب الله. يبقى ايه؟ انا اموت ايه؟ اموت كل الشهوات والاهواء اللي جواي. وايه كمان يا بولس؟ اطرحوا عنكم انتم ايضا الغضب، السخط، التجديف، الكلام القبيح، لا تكذبوا بعضهم على بعض. كل ده يقول لي كل ده، يقول لي كل ده. ايه بقى؟ خلعتم الانسان العتيق. ما هو اللي خلع الانسان العتيق مع اعماله هيقدر بسهولة جدا يتخلص من كل الحاجات دي. كل سنة وانتم طيبين، لإلهنا كل مجد وكرامة للأبد امين. لو حد عاوز يسأل في حاجة انا تحت امركم، لسه ليا عندكم 10 دقايق. اتفضلي يا فندم. لا ارفع صوتك عشان الراجل اللي انت. لا ازاي؟ انا ما قلتش غفر ما تقدم وما تأخر. لا انا قلت كده، انا قلت عمل ايه؟ دفع تمن. في فرق بين انه غفر لي وانه دفع تمن. لما ده واحده سيبيها تتكلم. لما دفع التمن بقيت انا مديون ايه؟ بعد ما كنت انا مديون للاب السماوي بقيت مديون لمين؟ لمين بقيت مديون؟ بقيت مديون لمين؟ اللي فاتت واللي جايه بقيت مديون بتمنها لمين؟
سيبيها تجاوب. بصي هقربها لك ببساطة، هقربها لك ببساطة. أنا كنت مديون لمدام ناهد ب10,000 إيه؟ 10,000 جنيه مثلا. جت مدام ماجدة ربنا يعوضها، قالت لها أنت ليك عنده كام؟ قالت لها 10,000. قالت لها خدي 10,000 ونص. بقيت أنا مديون لمين؟ لمين؟ لمدام ماجدة، مش كده؟ أنا بحاول أقرب لك. المسيح دفع ثمن خطيتي اللي أنا عملتها واللي لسه عاملها، دفعها الأب السماوي، فبقيت أنا مديون للمسيح. طب المسيح عاوز مني إن أنا أديله الثمن؟ لا، المسيح عايز إيه؟ أمشي جنبه بس. وصلت؟ اتفضلي.